بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون بالثانية والدقيقة من 8 ل 9 ونص مع حضراتكم عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وزي ما عودناكم الحلقة بتبقى جزئين، الجزء الأول بيكون فيه أخبار مهمة وتعليقنا على الأخبار دي، والنص الثاني بيكون معنا قصص وأبطال وحكايات مع نجوم جوه النادي الأهلي وأيضا خارج النادي الأهلي بيكونوا أبطال ومهم جدا يكونوا معانا ونحط الضوء على رحلة كفاحهم. النهاردة هيكون معنا رياضة أقدم الرياضات على التاريخ اللي هي أم الألعاب، بيقال عليها دايما أم الألعاب، ألعاب القوة. الحقيقة خرجت نجوم كبار سواء على مصر أو في العالم ونجوم مشاهير كتير جدا، والحقيقة اللعبة دي مش واخدة حقها بشكل كبير بالرغم إن احنا في النادي الأهلي عندنا نجوم كتير وفي مصر أيضا عندنا نجوم كتير. حلقتنا النهاردة في النص الثاني هيكون معنا الكابتن ياسر داود رئيس الجهاز ومدير الفني ألعاب القوة بالنادي الأهلي وأحد اللاعبين الشباب اللي طالع بسرعة الصاروخ في سبق مهم 110 متر حواجز، عمر خالد أحد الشباب اللي طالع. خليكم فاكرين الاسم ده كويس، احنا دايما ما بنجيبش غير الأبطال واللي بيبقى حاسين ان هم بروميسنج وهيبقوا بعد فترة هيبقوا اسم كبير. عمر خالد وكابتن ياسر داود هيكونوا معانا في النص الثاني، لازم تستنوهم لان هيكون في كلام كتير جدا يخص العاب القوى. خلينا نروح لاخبارنا، وزي ما عودناكم في الاول بيكون معانا كره اليد. ليه كره اليد؟ عشان الحدث الاهم والابرز ان شاء الله كاس العالم القادم في يناير، كل العالم بيستناه واحنا في مصر الحقيقه بكل اجهزه الدوله مسخره امكانياتها لانجاح هذا الحدث العظيم اللي بتستضيفه ارض مصر. الحقيقه يمكن احنا هنتابع الفريق الاول، بس قبل ما نتابع الفريق الاول طبعا حضراتكم تابعته يعني من خلال الميديا والإعلام، عرفنا أن المباريتين المتبقيتين في الدوري المعلق اللي هو 19-20 في كرة اليد تم تأجيلهم عشان يتلعبوا يوم 28-29 نوفمبر. الماتشين كانوا المفروض يتلعبوا الخميس والجمعة اللي فاتوا، ولكن جد في الأمور جديد. طبعا ظهر طبعا إصابة حالة كورونا في صفوف المنتخب، الكابتن إسلام حسن المايسترو وكابتن فريق كرة اليد بنادي الأهلي ربنا يشفيه يا رب، أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب مصر في معسكر منتخب مصر بمدينة الشروق. فاتحاد كرة اليد ارتقى أو رأى أنه لازم يأجل المباراتين دول، لأنه الحقيقة مش عارف هل هي حالة واحدة ولا ممكن تكون انتقلت في صفوف اللاعبين، فهو فضل أنه يعني يأجل المباراتين ليوم 28 و29 نوفمبر الجاري. بس خلينا برضو يعني في مربط الفرس، مربط الفرس واللي احنا قلنا مرارا وتكرارا ان احنا هنلعب المباراتين دول بالقائمة الجديدة، ودي تعليمات او اخر تعليمات وصلت للنادي الاهلي او وصلت للاندية عشان يستأنفوا المباراتين. القائمة الجديدة معناها ان احنا هنتم حرماننا من 6 صفقات جديدة، بالاضافة طبعا كان اسلام حسن اصيب، بالاضافة ان حميد موضوع يعني كان صعب جدا. خلينا اقول لحضراتكم انه مفيش حتة في العالم الحقيقة هتلعب دوري مفروض كان انتهى من 4-5 شهور هتلعبه بقائمة قديمة في الوقت اللي الأندية كلها يعني عندها قوائم جديدة، ويمكن أكبر المتضررين هو النادي الأهلي. عارفين أنا أقول لكم حاجة، يعني أنا كاتحاد لو أنا يعني النادي اللي بيشتكي أو النادي المتضرر من هذا القرار، لو النادي ده في الأصل هو كان عايز يلغي الدورة أو يلغي الدوري ده كنت أقول ماشي، ده هو بيبوظ الدنيا ومن الأصل هو بيشتكي، فالموضوع اصلا يعني محصل بعضه، هو اصلا بيشتكي من الاول وكان عايز يلغي البطوله وعنده مشاكل. لا، النادي الاهلي ما كانش كده خالص. النادي الاهلي في اجتماع الجمعيه العموميه، مش اجتماع جمعيه عموميه، اجتماع الانديه اللي حصل في اتحاد كره اليد بعد قرار الدوله باستئناف النشاط، كان هو النادي الوحيد وقصاده 17 نادي كل الانديه بالكامل، ما فيش ولا نادي وافق باستكمال الدوري غير النادي الاهلي. فاذا النادي الاهلي من الاول عايز يلعب، وهنرجع نقول برضو الكلام ان هو كان يا اما يتلعب الموسم ده او الموسم 19-20 مع باقي المباريات الاخرى سواء السيدات الناشئين الشباب كان يتلعب معاهم وكنا خلصنا بالقائمه القديمه، ولكن اللي حصل او يتلغي ما كناش هنبقى زعلانين، انما اللي حصل ان احنا بنلعب دلوقتي بالقائمه القديمه، هو امر صعب جدا. والحقيقه احنا ما زلنا وهنزال وهنفضل نطالب اتحاد كره اليد بمراجعه موقفه، لان الحقيقه هيبقى صعب جدا ان احنا نلعب، هنلعب مش هنلعبش، بس هو صعب جدا موقف ان انت تحط يعني الفرق الاخرى قدامك بخطوه واثنين وثلاثه، فطبعا هنا مش هيبقى فيه تكافؤ فرص بين الفرق، والنادي الاهلي دائما ابدا طلباته مشروعه.
خلينا نروح للفريق الاول ونشوف اخباره ايه. يمكن الفريق الاول ما زال بيستعد وبيجهز اللعيبه بتاعت مواليد 2000 او الفريق الشباب وفريق الناشئين، بيجهزهم عشان يلعب المباراتين دول، وطبعا بيستعد ايضا لاستئناف الدوري الحالي اللي هو 2021. طبعا كان كاميرا الابطال كانت لازم تكون هناك مع الفريق تشوف استعداداته ونعرف اخبارهم ايه. الحقيقه كان ليه لازم نكون هناك؟ لان حقيقه الفريق دلوقتي الوقت ضيق وبيحاول يجهز، زي ما قلنا لكم بيحاول يجهز اللعيبه بتاعت 2000 و2002 عشان يكونوا مع يدعموا الفريق الاول بالنقص اللي حصل نتيجه قرار الاتحاد. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله احنا ماشيين بشكل جيد الفتره اللي فاتت دي. كان لعيبه المنتخب موجوده في المنتخب لغايه يوم 9/11، احنا كنا ماشيين بشكل كويس جدا باللعيبه اللي موجوده معانا، وبعد كده انضم لينا لعيبه المنتخب من امبارح. كنا طبعا شغالين على ماتشين الجيش والزمالك يوم 12/13 الخميس والجمعه ده، بس تم تاجيله لغايه يوم 28/29، فاحنا ماشيين على البرنامج الزمني اللي احنا حاطينه زي ما الاتحاد يقرر هل هنلعب بالقائمه القديمه او بالقائمه الجديده. دي طبعا دي حاجه تخص الاتحاد المصري لكره اليد، لما يطلع القرار احنا جاهزين سواء نلعب بالقائمه القديمه فاللعيبه موجوده على تم استعداد يعني، ولو بالقائمه الجديده طبعا ده هيكون افضل واضافه كبيره لينا، وان شاء الله ربنا يكرم يعني ويوفق يعني. كان اخر ماتش من فتره من اسبوعين تقريبا كنا مع سبورتنج واصحاب الكياد، عندنا مشاكل محترمه وشكل ممتاز، وخلصنا ماتشين خدنا يومين راحه، بدأنا نرجع في التمرين من اسبوعين بنجهز كويس قوي، واقفين على رجلينا، شغل بدني وشغل فني، واقفين على رجلينا مستعد للماتشات اللي جايه. احنا طبعا حققنا فوز في 5 ماتشات في الموسم الجديد الدوري الجديد، عملناهم ماتش كويس وبدأ محترم، فحققنا المكسب فيهم في ال5 ماتشات اللي فاتوا، فاضل لنا 3 ماتشات في الدوري الجديد وماتشين في الدوري القديم، هيبقوا موجودين في خلال تقريبا من يوم 18 ليوم 28، هيبقى في الفتره ديت بنستعد لهم كويس، انها 5 ماتشات في وقت قليل، فبنحاول نستعد لدوت كويس بقياده الجهاز الفني كابتن طارق وكابتن يحيى وكابتن مهند، فبنقدر نستعد لده كويس واقفين على رجلينا وبنتمرن فيه. طبعا كان الاول يعني احنا اول ما جيت ابتديت مع الفرقه يعني طبعا ما كنتش غير الفرقه انا موجود معاهم في المنتخب يعني، في احنا في 11 لعيب في المنتخب، فطبعا ما خدش وقت، انا دخلت مع الفرقه لعبنا اول 5 ماتشات الحمد لله كسبناهم كلهم يعني باريحيه الحمد لله، واكيد بنستعد ان شاء الله عشان عندنا ناقص 3 ماتشات في المجموعه بتاعتنا، وبعد كده الدوري هيقف عشان كاس العالم، وبعد كده نرجع نكمل ان شاء الله الدوري، فان شاء الله نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه يعني السنه دي باذن الله. احنا حبينا نصور التقرير ده مع حضراتكم وتشوفوه لسبب، لانه زي ما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت الفرقه بتستعد وبكل قوه ايا كان الظروف اللي هنلعب فيها وايا كان اللعيبه اللي هنلعب بيها. النادي الاهلي دائما ابدا بيدور على المكسب، والنادي الاهلي ما بيدورش على اعذار من قبل ما يلعب، ولكن الحق المشروع لازم نتكلم فيه، واللعيبه زي ما حضراتكم شفتم بيستعدوا بكل قوه للماتش، وان شاء الله نكسب المباراتين وناخد الدوري وهو ده التارجت بتاعنا. ولكن انا بعيد وبزيد، الحقوق المشروعه لازم نتكلم فيها ونقول، لان احنا مفيش يعني حته ان انت تلعب بالقائمه الجديده بعد الفتره دي كلها مفيش حد ابدا يعني كان يقول كده، وما كناش متوقعين ده، واكبر دليل ان احنا دخلنا في الصفقات واحنا مش دافع حسابنا، لان الكلام كان كله ان احنا نلعب بالصفقات او نلعب بالقائمه الجديده. طيب هنروح لفريق الشباب، وزي ما قلنا لحضراتكم ليه احنا بنتابع فريق الشباب، وحضراتكم شفتوا قبل كده وقلنا في برنامج الابطال بنتابع الشباب والناشئين، وجي اليوم اللي احنا فعلا محتاجين لنجوم الفرق دي عشان يعوضوا النقص في الفريق الاول، وان شاء الله يكونوا مولد نجوم كبيره في الجولتين اللي فاضلين. الاهلي طبعا مواليد 2000 الشباب بقياده الكابتن صابر حسين بيفوز على سبورتنج بنتيجه 32-25. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي بنادي الاهلي الجزيره. الماتش اللي جاي بالنسبة لهم هيكون قدام نادي المعادي يوم الثلاث اللي جاي، ولو كسبناه إن شاء الله نبقى في صدارة المجموعة بإذن الله، وآخر ماتش لينا هيكون مع بورسعيد يوم 24 نوفمبر بإذن الله. الفريق ده مهم جدا جدا جدا، وسبحان الله إحنا من أول يوم في البرنامج وإحنا بنتابع أخبار الفرقة دي والفرقة الأزهر، وخلينا أقول لكم إن الموضوع ده مش بيكون يعني يمكن اليد أكتر فريق أو أكتر لعبة فيها الموضوع ده، إن ممكن تدعم بالشباب أكتر، باسكت مش قوي كده، الطايرة مش قوي كده، فاليد الحقيقة الفرقتين دول في منتهى الأهمية وبيدوا إنديكيشن وبيدوا يعني مؤشر
الفتره اللي جايه في كره اليد في النادي الاهلي ماشيه ازاي. الحقيقه وعملنا تقرير كمان مع الفرقه وشفنا اخر استعداداتهم وبيتمرنوا ازاي واشتراكاتهم وتفكيرهم ازاي. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على الفوز النهارده، فوز كويس، فوز مهم في طريقنا نحو اللقب ان شاء الله يعني. وانا شايف اداء الحمد لله الى حد كبير كويس جدا، ادينا الى حد كبير ندي راحه لبعض اللاعبين اثناء المباراه، لان برضك احنا عندنا ضغط في الماتشات كتير. ثاني حاجه برضك احنا عندنا عدد كبير من لاعبتنا المفروض تنضم للفريق الاول عشان يلعب نهايات الموسم اللي فات مع كابتن محروس، فديت تحدي كبير قوي يعني، برضو ما حملتش لعبت قوي اثناء المباراه يعني، حاولت اعمل يعني خلطه سحريه شويه واريح لعبت شويه بحيث يعني اجي اخر المباراه اقدر افنش بشكل كويس. وكان حضرتك برضو شفت المباراه باتت كويس قوي لينا، وفي نصها لحد ما حصل نوع من المستوى نزل شويه، بعد كده جينا في الاخر فنشناها. ولكن الحمد لله برضك لقب مخطط دوت ان اخد في السبورتنج اقعد اجريها طول الماتش واجي في اخر اصلا 20 دقيقه انا عليهم الحمد لله. الجيم كان ماشي كويس في الشوط الاولاني، كان طالع تعادل، بس يعني عندي اصابات كتير، الفرقه لسه يعني انا بقالي شهرين بس ماسكها، والحمد لله يعني عملنا ماتشات كويسه، احنا ماشيين تاني ورا الاهلي، وباذن الله ان شاء الله يعني نختم بمركز كويس ان شاء الله. هو الحمد لله ابتدى يبقى فيه تحسن في الاداء. الاول كنا بادئين السيزون ان يمكن في ذبذبه شويه، كان في كورونا طبعا اثر على فتره الاعداد وكده، بس مع المباراه وكده قدرنا ان احنا نرجع تاني للمنافسه ونطلع اول مجموعه تاني الحمد لله بعد ماتش النهارده. اللعيبه الحمد لله بتتمرن وبتعمل عليها الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله هدفنا التتويج بالبطوله يعني. طبعا نركز في الماتشات وناخد كل ماتش كانه كاس عشان نفضل متصدرين الدوري، وان احنا طبعا ان احنا الحمد لله احسن من كل الفرق، وان احنا النادي الاهلي فطبيعي ان احنا الدوري والكاس بتاعنا كل سنه، فاحنا بناخد ماتش بماتش لحد ما ان شاء الله نكمل بطوله الدوري ونفضل على مستوانا العالي. كابتن صالح كان ادانا نوع التعليمات ان احنا بالتركيز سواء في الدفاع او في الهجوم، واحنا يعني كنا بادئين الماتش النهارده يعني كناش قوي في الشوط الاول، وبعد كده بدنا نركز والحمد لله يعني كسبنا. زي ما قلنا لحضراتكم الفريق ده في منتهى الاهميه، ولازم هنتابعه ولازم هنحط الضوء عليه اكتر واكتر، لان هو مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. احنا ما زلنا في كره اليد، ولكن هنروح لكره اليد سيدات. يمكن كابتن يحيى يوسف المدير الفني بيستعد لمباراته القادمه مع نادي سبورتنج، هتلعب يوم السبت في اسكندريه في صاله نادي سبورتنج. خلينا اقول لحضراتكم المباراه دي مهمه جدا. نادي سبورتنج من الانديه اللي بتنافس، احنا لغايه دلوقتي احنا بنتصدر جدول او الترتيب العام في الجدول، ويمكن دي الجوله العاشره، وكنا احنا كسبنا كل ماتشاتنا وبنتصدر الترتيب. الحقيقه مباراه مهمه واختبار يعني هيبين ان شاء الله، اختبار قوي وهيبين مدى استعداد الفريق جيدا للمباراه دي ولا لا ان شاء الله يوم السبت القادم في اسكندريه. الحقيقه كده احنا هنكمل معاكم ايضا لسه اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. هنروح لكره السله رجال. انتوا عارفين طبعا ان منتخب مصر متجمع دلوقتي لكره السلة، عندنا خمس لعيبة اشتركوا مع المنتخب أو تم استدعائهم. المنتخب الحقيقة مسافر، هيعمل معسكر مغلق في صربيا من 13 لغاية 20 نوفمبر اللي احنا فيه، وكمان ده استعداد لإيه؟ لتصفيات المنطقة الخامسة اللي هتتعمل في اسكندرية من 27 ل 29 نوفمبر القادم. في أربع لعيبة تم اختيارهم في المعسكر من خمسة، تم اختيار عمرو الجندي، إيهاب أمين، حاتم البحيري، عمر طارق. طبعا المنتخب بيقوده الكابتن مرعي، طبعا مدير فني نادي الاتحاد السكندري. والمنتخب كان عمل يعني معسكر ليه في 6 اكتوبر، وبعد كده راح اسكندريه، وبعد كده من اسكندريه ان شاء الله هيتم السفر الى صربيا عشان المعسكر الاستعداد لتصفيه المنطقه الخامسه. طبعا انتوا عارفين المنتخب هيبقى مجموعته اربع فرق مع ثلاثه تانيين اللي هم المغرب واوغندا والراس الاخضر، هيبقى في جوله ثانيه غير دي، وهيتأهل ثلاث فرق من الاربعه. فاذا ان شاء الله منتخب مصر بنسبه كبيره جدا هيتأهل ان شاء الله بكل سهوله، بس طبعا محتاجين اعداد كويس. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وكل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي اللي بيمثلوا مصر دلوقتي. هنروح لكره السله سيدات. يمكن كره السله سيدات النهارده بيلعبوا هليوبوليس في بطوله القاهره في صاله هليوبوليس بمدينه الشروق، والماتش خلص من 6-7 دقائق وخلص بخساره النادي الاهلي 94-92.
طبعا خليني بس اقول لكم ان النادي الاهلي بيغيب منه 4 لاعبات للاصابه. يمكن نور علي طلعت اللي كانت معانا من حلقتين وتعرضت لحادث شديد على الطريق الدائري وهي رايحه احد التدريبات للفريق وهتغيب فتره يمكن 3-4 شهور لانها عملت عمليه بعد تعرضها للحادث. عندنا نادين السلعاوي عندها تاكل بالغضروف ومحتاجه فتره راحه وعلاج طبيعي. في فريده وائل تعرضت لكسر وفي جنه مصطفى ايضا في يعني اشتباه في كسر في الوجه لان طبعا كان في كره مشتركه جامده ودي كره السله. ومع ذلك النهارده خسرنا فرق باسكت. هنروح لماتش فيصل عشان لان الماتش الاول احنا كسبنا الماتش الثاني هم اللي كسبوا او هليوبلس كسب ففي محتاجين ماتش ثالث عشان نحدد مين اللي هيتاهل. كل التوفيق طبعا للكابتن علي هاشم المدير الفني واللاعبات في الفتره القادمه ان شاء الله. هنروح للكرة الطائرة. شباب الكرة الطائرة 19 سنة بقيادة الكابتن حسام شعراوي ماشيين كويس. كسبوا الطيران 3-2 كسبوا وادي دجلة 3-0. عندهم المباراة اللي جاية بكرة إن شاء الله الساعة 5 على صالة نادي الزهور بمدينة نصر هيلعبوا نادي الشمس. الحقيقة الفريق ده ماشي كويس والفريق ده فيه لعيبة كتير جدا بروميسنج وواعدة الفترة القادمة إن شاء الله. كده الحقيقة نكون خلصنا أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. هنروح طبعا للأخبار المحلية وعلى رأس هذه الأخبار أيضا كرة اليد. حضراتكم عارفين ان في المجموعه السبعه اللي فيها منتخب مصر لكره اليد كانت ناقصها فريق كان هيتاهل من امريكا الجنوبيه. اتحاد امريكا الجنوبيه واتحاد القاري بتاع امريكا الجنوبيه قرر انه لان طبعا التصفيات ما اتعملتش هناك قرر انه يدي الكارد او كارد التاهل لتشيلي. طب ليه تشيلي؟ لانها كانت اكبر او احسن فريق عمل نتائج في بطوله الامم الاخيره بتاعت امريكا الجنوبيه وكان افضل وكان نتائجه افضل من البرازيل والارجنتين وأوروجواي اللي كانوا المفروض هيشاركوا في التصفيات. فهو اتاهلوا فهو رجع تاني للبطوله لقى مين احسن فريق عمل نتائج تشيلي. وعلى فكره انا اللي اعرفه ان تشيلي هيكون معانا في ماتش الافتتاح. كاس العالم هيكون طبعا انتوا عارفين ان هو من هيبقى رقم 27 هيبقى من الفتره من 13 لحد 31 يناير. ماتش تشيلي كان ماتش تشيلي ده مهم وهيبقى الافتتاح واكيد كل يعني العالم كله هيتابعه وكل الجمهور المصري هيتابعه. كل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد المنتخب وان شاء الله يعمل كاس عالم يليق باسم مصر. هنروح للاتحاد الاسكندري. طبعا نادي الاتحاد الاسكندري برئاسة طبعا الكابتن محمد مصلحي نجح في التعاقد مع اللاعب معتز حسني لاعبه السابق واللي راح جامعة في امريكا ورجع. فطبعا كابتن محمد مصلحي ما فوتش الفرصة وتعاقد معاه. طبعا معتز عنده 25 سنة طوله 2.8 متر ما شاء الله الطول باين يعني بيلعب في مركز 5. طبعا نادي الاتحاد بيسعى لتدعيم اكيد صفوفه لانه طبعا لعب فاينل او فاز بالدوري والكاس السنه اللي فاتت وكان معاه طبعا الطرف الثاني في الفاينل كان النادي الاهلي. النادي الاهلي دعم بصفقات وشايفين الاتحاد السكندري بيدعم بصفقات اخرى. شكل الدوري هيسخن جدا جدا السنه دي ونتمنى ان شاء الله ان ده في الاخر يعود بالنفع لمنتخب مصر ونتمنى اكيد فوز النادي الاهلي طبعا بكل البطولات. هنروح لاتحاد كرة الطائرة واللجنة المؤقتة لكرة الطائرة. كان كابتن سامح حمدي معانا ودكتور سامح حمدي كان معانا الحلقة اللي فاتت. دي صورة كابتن سامح حمدي وقال لنا قد ايه كان واجهته مشاكل في وقت عصيب وقد ايه هو تخطاها بكفاءة معهودة عليه. يعني فتح القيد او خلى القيد مستمر لغاية يوم الاحد القادم 20 نوفمبر. الأندية طبعا طلبت فترة زيادة هو اديها لهم الفترة دي ما فيش أي مشكلة خالص. شفنا النهاردة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيمد القيد، اتحاد الكرة بيمد القيد. طبعا احنا في ظروف استثنائية ما زلنا بنعيش هذه الظروف الاستثنائية فطبعا الاتحادات بتواكب هذه الظروف وبتواكب التغيرات. والحقيقة كان أولهم طبعا كابتن دكتور سامح حمدي مد القيد لغاية يوم 20 نوفمبر. والانتخابات تاني بنكرر انتخابات اتحاد الكرة الطائرة انتخاب اتحاد جديد هتبقى 11 ديسمبر والاتحاد ده هيجي يقعد سنة وبعد كده هيجرى انتخابات جديدة السنة الجاية ولكن بعد أولمبياد طوكيو إن شاء الله ويكون الدورة الأولمبية أو الفترة الأربع سنين يكونوا عدوا هيتم انتخاب تاني اتحاد السنة القادمة. لسه معاكم في أخبارنا طبعا يعني المحلية والانفراد لينا كان قبل كده وتأكيد للانفراد اللي كان لينا من فترة. كان معانا الكابتن امير وجيه في اولى الحلقات الابطال وصرح هنا معانا في الاستوديو ان هو ينوي الترشح لرئاسه الاسكواش او اتحاد الاسكواش. كابتن امير وجيه صرح النهارده انه يعني ينوي رسميا الترشح لرئاسه اتحاد الاسكواش خلال الفتره الجايه. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان خصنا بالانفراد دي صور اللي طبعا لكابتن امير وجيه. وطبعا كابتن امير ليه باع كبير طبعا في الرياضه وهو طبعا الرئيس او المشرف على المشروع القومي لتبني او لرعايه الموهوبين في الاسكواش واللي بترعاه وزاره الشباب والرياضه. والحقيقه المشروع ده من انجح المشاريع اللي ماشيه كويس ونتمنى طبعا نشوف النجاح ده في كل العاب القدم والطايره والسله واليد وكل العاب الحقيقه بتبقى مكلفه على الناس انها تقدر توصل لها. وزاره الشباب والرياضه عملت حاجه جميله جدا ان هي وصلت الالعاب دي
بفنيات عاليه جدا ومشرفين عليها مدربين وفنيات عاليه جدا باسعار رمزيه وهي قد يكون مفيش اي مقابل. فالحقيقه ده في حد ذاته حاجه ناجحه، والمشروع ده كان من سنين طبق وخرج لنا نجوم كبار في الالعاب كلها، وهنبقى نعمل لكم حصر بيها ونقولها لحضراتكم ان شاء الله. كده خلصنا اخبارنا المحليه، نروح طبعا لاخبارنا العالميه. الحقيقه في بطوله صوفيا للتنس بتقام دلوقتي. البطوله طبعا تنس الارض زي ما انتم عارفين بيتابع على مستوى العالم، وهو بدا دلوقتي جدول او اجنده الاتحاد الدولي بدات تتطبق بشكل كبير. شفنا رولان جاروس، شفنا بعديها بطوله فينيسيا سوري بطوله النمسا المفتوحه، وشفنا بطولات كتير جدا اتلعبت منها بطوله صوفيا دي. طبعا الكندي دينيس من احد العظماء اللعبه خسر يعني بشكل غريب جدا مباراه ضد رادو بطل مولدوفا. الحقيقه ادى اداء دينيس ادى اداء مش جيد، والحقيقه خرج من البطوله وكانت مفاجاه للكل، خسر نتيجه مجموعتين للا شيء. انا عايز اقول لكم ان دينيس نفسه مش مصدق، يعني لما رمى المضرب في المره الاولى ورمى المضرب في النقطه الثانيه او النقطه الحاسمه في المباراه كسر المضرب. الحقيقه هو ادى اداء سيء، هو نفسه مش راضي عن نفسه، وده وضع طبيعي. ساعات اللعيبه بتبقى في اوف داي، ولكن العصبيه اللي احنا شفناها دي بتبقى احد اسباب الاوف داي. انت لو بتلعب ريلاكس وتلعب يعني اعصابك او بادائك النفسي الطبيعي مش ممكن تخسر الاداء السيء ده. وطبعا الاداء السيء ده كان تفسيره العصبيه اللي كان فيها دينيس الاوفر كتير قوي، يعني كان بالشكل ده. طيب هنروح لنفس البطوله، بطوله صوفيا كمان، عندنا فاسك اللاعب الكندي تاهل دور الثمانيه بعد ما فاز على شتورف اللاعب الالماني وفاز بمجموعتين للا شيء. التنس لعبة جميلة جدا، وعشان تبقى من أعظم 100 لاعب في العالم موضوع صعب، لأن في قاعدة عريضة ودول كبيرة منها يكفي أمريكا. أمريكا نفسها في التنس في الجامعات، دوري الجامعات الأمريكي في التنس لا صعب جدا. فالحقيقة إحنا بنتمنى طبعا للاعبتنا كلها، ميار الشريف زي ما أنتم شايفين كانت عاملة إنجاز كبير من يومين، عندنا صفوت، عايزين نشوف عشرات اللاعبين إن شاء الله في التنس الأرضي لأنها لعبة متابعة جيدا من قبل الجماهير على مستوى العالم. هنخوك ونروح للملاكمة. عندنا لاعب الحقيقه انتوا طبعا تفتكروا مايك تايسون واللعيبه العظام دي، في لاعب امريكي اسمه كروفورد، خليكم فاكرين الاسم ده. اللاعب ده بيلعب في الوزن المتوسط، اللاعب ده طبعا بيتعطش للقاء باكي واي. باكي واي ده او لاعب من احد اساطير اللعبه. طبعا في نزال، النزال ده هيبقى نزال مهم جدا وهيتلعب في الوزن المتوسط. انا عايز اقول لكم ان باكاو اللاعب اللي هيتلقى اللاعب اللي هيلعب قصاده كروفورد كسب 8 ألقاب عالمية في 8 أوزان، ألقاب كتير عالمية في 8 أوزان مختلفة. فإذا لعيب جامد جدا، لعيب حصل على بطولة عنده 40 سنة، واللعيب الأمريكي اللي هو كروفورد عنده 33 سنة. الحقيقة الماتش ده هيبقى ماتش متابع يعني بشكل كبير جدا على مستوى العالم. انا عايز اقول لكم ان كروفورد ده كسب 33 مباراه ورا بعض، منهم 27 مباراه بالضربه القاضيه. لعيب قوي جدا، شفتوا ازاي القوه البدنيه والسرعه. الحقيقه الماتش ده او النزال ده هيبقى يعني ناس كتير هتابعه، والملاكمه عالميا متابعه بشكل جيد جدا جدا جدا. نروح لخبر تاني، خبر الحقيقه مش غريب، خبر جديد يعني اول مره نسمعه. يمكن
في ليبيا الشقيقه. طبعا لقينا انه حصل طفره كبيره جدا في العاب القتال بالنسبه للفتيات في ليبيا، والحقيقه زي ما انتم شايفين دي لقطات جميله جدا تسعدنا ان الالعاب الرياضيه تنتشر في وسط الفتيات في ليبيا. وحصل يعني فترات طويله جدا كانت الالعاب دي مختفيه شويه في ليبيا، ولكن دي حاجه اسعدتنا كلنا كمجتمع نحن وكذا، فمن حقها أن يكون عندها الدفاع عن نفسها. تمام، طبعا مش مفهوم ان المرأة ضروري ما تكون جنس ناعم كذا وفاهميننا نحن، لكن ضروري ما يكون عندها شخصيتها قوية، عندها معلومات على الدفاع عن النفس، وعندها كيف ما تقول إرادة ان تتعلم وعزيمة. طبعا في الحقيقة يعني جديد علينا نسمع الأخبار دي طبعا من الدولة الشقيقة والجارة العزيزة ليبيا، بس احنا سعداء جدا ولازم نكون معاهم في أي حاجة إيجابية بالنسبة للرياضة والألعاب الأخرى. هنروح طبعا لطوكيو، الحدث الأعظم السنة الجاية إن شاء الله، من بعد ما طبعا في شركات كبيرة عالمية أعلنت عن بدء أو يعني نجاح اللقاح بنسبة 90%. اللجنة المنظمة في طوكيو طبعا شعروا بارتياح شديد بعد الأخبار اللي قالت إن اللقاح قرب. وعايز اقول لكم انه اللجنه الاولمبيه الدوليه ولجنه اولمبياد طوكيو والحكومه اليابانيه بيحاولوا يطمنوا العالم ان الاولمبياد هتتلعب في ميعادها باذن الله يوم 23 يوليو اللي جاي باذن الله. ワクチンがまだ使われておりませんので実際には、それがなくとも今大会で実証させていただいたように検査をきちんとやるディスタンスを取るルールを守る協力選手と運営が協力する、そういうことで安全安心な大会を作り上げるということですので、まずはそれに向けて一歩一歩進めていきたいというふうに思っています。ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。قبل كده كذا مره صرحوا في اليابان ان حتى لو المصل ما طلعش البطوله هتتلعب ويبقى في اجراءات احترازيه وتتعمل كما يجب، ما بالكم بقى لما اللقاح هيطلع ان شاء الله وتم يعني يعني اكبر او القاعده العريضه من العالم تبتدي تاخد اللقاح، اكيد الاولمبياد هتبقى في اريحيه في تنظيمها، هيبقى في حضور جماهيري، هتنجح اكتر، وهم دول اللي بيدوروا عليه اليابانيين. والحقيقه الدوره الاولمبيه بتيجي كل 4 سنين، المره دي جت كل 5 سنين يعني عشان ازمه كورونا، ولكن العالم كله مستنيها. كده انتهت معانا او معانا يعني مع بعض اخبار العالميه. هنطلع لفاصل سريع عشان ارجع استقبل ضيوفي الكابتن ياسر داوود المدير الفني ورئيس الجهاز لالعاب القوه بالنادي الاهلي، وعمر خالد الناشئ العاب القوه اللي طالع ما شاء الله بسرعه الصاروخ. اطلع للفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا ونتقابل تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن ياسر داوود المدير الفني ورئيس الجهاز لالعاب القوه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا ياسر، منورنا، ويمكن ده لقائنا الاول بعد ما طلعنا برنامج الافطار. دي حقيقه، دي حقيقه، منورنا ومشرفنا يا كابتن. شرف ليا، شرف ليا يا كابتن. معانا طبعا لاعب ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ، يعني ربنا يحميه، اللاعب الاول في العالم في سباق قبل كورونا، طبعا قبل احداث كورونا، لان بعد كورونا كل التصنيفات العالميه وقفت عشان ما فيش اشتراكات. المصنف رقم 1 في العالم في سباق 110 متر حواجز، معانا اللاعب لاعب النادي الاهلي عمر خالد. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك ومنورنا، بطل يعني كما يجب، انت بطل وفي برنامج الابطال. تسلم، انا سعيد اني موجود مع حضرتك. لا انت منورنا ومشرفنا، اتمنى لك كل التوفيق طبعا. تسلم كابتن. اجي لحضرتك، يمكن قبل ما اروح لعمر، انت عندك فروع كتير جدا في العاب القوه، وعندك الدنيا ما شاء الله، يعني انت يعني زي ما بيقولوا الرأس المدبر لألعاب القوى في مصر كلها، لأن طبعا كل اللعيبة المهمين عندك ما شاء الله ونادي الأهلي بيرعاهم. كلمني يا كابتن عن موقفنا دلوقتي في ألعاب القوى بأوفر فيوز عام للعبة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا هو الإرث بتاع ألعاب القوى الحمد لله حاليا أنا بمثله، وده يعني من نقول من السبعينيات الحمد لله، وما قبل كده الستينيات، مش عايز اخش في الفتره دي يعني. والعاب القوه في النادي الاهلي هي العاب القوه في مصر، ودايما بقول كده في كل المناسبات. وده راجع لان العاب القوه في النادي الاهلي يعني متاصله وليها جذور ومشاركات في جميع المسابقات، سواء كان بنين او بنات، وجميع المراحل السنيه وجميع المسابقات. وزي ما انت قلت ان مسابقات العاب القوه بتصنف من 22 ل 23 احيانا، يعني لو قلنا مينيمم 20 ايفنت بتلعب، احنا بنشارك في جميع الايفنتات، ما فيش ايفنت ما بنشاركش فيه. صحيح. ده راجع للحب والاخلاص في العمل، وان احنا عايزين نحافظ على الرايه التتابع اللي بنسلمها لبعض. صحيح. ان دايما تفضل في المركز الاول، واحنا الحمد لله على مستوى ال 20 ل 22 لعبه بنشارك وبنمثل النادي الاهلي وبنكسبهم، ومس
بيمثل منتخب مصر في هذه المسابقات الحمد لله لعيبه النادي الاهلي. صحيح يا كابتن، كمان يعني الخبر اللي احنا كنا قلناه من فتره قريبه والتجديد للرباعي، الرباعي الاولمبي، بقى نقول الرباعي الاولمبي طبعا اولاد النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي، اللي حقيقه النادي الاهلي بيقوم بدور كبير وحضرتك في رعايتهم وتجهيزهم للمنتخبات والمشاركات الاولمبيه. الرباعي طبعا مصطفى الجمل وهاب عبد الرحمن وحسن عبد الجواد ومحمود، يعني يمكن يعني ده كان خبر مهم وكان من ضمن الاسباب المهمه ان اللعيبه تستعد نفسيا للاولمبيات اللي جايه. دي حقيقه طبعا. هو الحمد لله هو الرباعي انضم لهم الاخير محمد مجدي حمزه. محمد مجدي لاعب النادي الاهلي منتخب مصر الجله، هو لاعب مميز من تحت 18 سنه، هو بطل افريقي ومصنف، وهنا يعني عايز اديله حقه ان هو محمد واخد دوره لعبه افريقيه اللي فاتت واللي قبلها اللي في المغرب وفي الكونغو، تاني افريقيا ومنافسه قويه جدا مع لاعبي كينيا ونيجيريا وبعض الدول اللي دول لاعبيها بيتمرنوا في دول اوروبيه. ما شاء الله ماشي معاهم كتف كتف. ماشي معاهم، هو تفوق عليهم يعني. طبعا لما تحضر الماتش والمنافسات والبطوله تشوف ان هو ما شاء الله قد ايه كويس. ان شاء الله يجيبوا لنا ميداليات باذن الله ان شاء الله في الاولمبياد. هو الامل في الرباعي ان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله، يعني طبعا بعد التعاقد معاهم اللي هو دفعه قويه ليهم ولكل لاعبي العرب القوى اللي عايزين يبقوا زيهم. وبندعو الله سبحانه وتعالى وبنجتهد ان هم ان شاء الله يتم تاهيلهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الاولمبيات ويحصلوا على ميداليات، وده اكبر شرف لاي لاعب يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان الميداليه الاولمبيه ده شرف كبير جدا لاي لاعب، مش كاس العالم مش البطولات العالميه، الاولمبيات هي اكبر يعني شرف للاعب ان يحصل على ميداليه فيها. يمكن اجي لك يا عمر، انت ما شاء الله يعني رقم واحد في العالم في سباقات ال 110 متر حواجز. السباقات دي احنا سنين طويله ما لناش حد فيها، يعني قول لي الموضوع ابتدى ازاي، حبيت اللعبه دي ازاي؟ والله انا بدات من حوالي ابتديت اخش اللعبه في 2014، كان عندي 12 سنه. مين اللي دخلك؟ كنت انا طول عمري من زمان يعني ما بعملش حاجه غير ان انا بجري فبس فالكابتن بتاع المدرسه اللي موجود يعني شافني، وكان صديق الكابتن بتاع العاب القوه بس مدرس رياضه وكده ما شاء الله، فبس رشحني لكابتن اللي هو كابتن تامر رفاعي دلوقتي بس، ودخلت اختبارات والحمد لله يعني كسبت في الاختبار. انت عندك 12 سنه يعني كمان، مش ده انت ما كنتش صغير قوي، ده 12 سنه يعني سن يعتبر في الرياضه برضو مش صغير يعني. انا بدات متاخر شويه بس الحمد لله يعني حبيت السباق ده. يعني من اول لما اول يوم دخلت في اللعبه وانا اتشدت اللعبه جامد طبعا. بس خلي بالك برضو مش التمرين يعني اللي يوصل لرقم واحد في العالم، اكيد في جزء موهبه، اكيد في جزء حب للعبه دي. يعني انت عشان تظبط التكنيك بتاعك، كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نطلع على الهواء ان اللعبه دي صعبه في التكنيك، النطه والجري، فالموضوع صعب، اكيد لازم في موهبه، جزء موهبه طبعا. طبعا هو كابتن تامر اول لما شافني اختار لي ال 110 حواجز ديت، هو اول لما شافني اول لما جريته كده اهوت في التيست بس، ورشحني للعبه دي وابتديت فيها اول بطوله وتاني بطوله، وبس بان بقى التحسن بعد كل بطوله. طب قول لي الاشتراكات الدوليه اخبارها ايه، عامل ايه في الاشتراكات الدوليه؟ عندنا الحمد لله تاهلت بطوله العالم، في كانت المفروض تتلعب السنه دي بس عشان الكورونا اتاجلت ل 21 بس، واحنا حاليا بنجهز لها بقى وبنجهز بطوله افريقيا والعرب برضو كانت المفروض تتلعب السنه دي بس اتاجلت للسنه اللي جايه. كورونا لخبطت الدنيا كلها. فبس الحمد لله الرقم اللي انا عملته اهلني لبطوله العالم وبطوله افريقيا والعرب بس، فاحنا حاليا بنجهز لهم ان شاء الله من السنه دي ان شاء الله للسنه اللي جايه. عمر احنا بنعرفك بالناس من دلوقتي ان شاء الله، واحنا دايما جنب الابطال والبروميسنج واللعيبه اللي بتبقى عايزه تعمل حاجه ان شاء الله. كابتن احنا مجهزين تقرير مع طبعا فريق الاعداد وعاملين حاجه عن انجازات العاب الكوره للشباب، نشوفها مع بعض ونرجع يعني نشوفها مع بعض. اعزائي المشاهدين عملنا تقرير عن طبعا انجازات فريق الشباب لالعاب الكوره، نشوفه مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. نجح فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي في فرض هيمنته على نتائج بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 سنة، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أكتوبر الماضي على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي. وحلق النسر الأهلاوي على قمة الترتيب العام للمسابقة بعدما حصد الفريق 44 ميدالية بواقع 20 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية، وحصد شباب القلعة الحمراء منها 25 ميدالية
بواقع 12 ذهبية وست فضيات وسبع برونزيات، فيما حقق فريق الآنسات 19 ميدالية بواقع 8 ذهبيات وسبع فضيات وأربع برونزيات. وتألق من لاعبي المارد الأحمر نجم الحواجز 110 متر والصاعد بسرعة الصاروخ عمر خالد، والذي حقق الميدالية الذهبية بعدما سجل رقما قدره 13 ثانية و85 جزءا من الثانية، وهو رقم قياسي مصري جديد في هذه المرحلة العمرية، كما أنه فاز بأريحية كبيرة على أقرب ملاحقيه يوسف بديوي لاعب نادي 6 أكتوبر، والذي حل ثانيا بزمن قدره 14 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، فيما جاء لاعب الزمالك في المركز الثالث. ويعلق مسؤولو ألعاب القوى بالنادي الأهلي بقيادة ياسر داوود رئيس الجهاز آمالا عريضة على تطور مستوى اللاعب وحصوله على ميدالية في إحدى البطولات العالمية المقبلة. أنا عايز أقول لحضراتكم أنه حجم الجهد المبذول في ألعاب القوى والله لا يقل أبدا عن اللي بيبذل في كرة القدم، وزي ما قلت لحضراتكم يعني أم الألعاب دي حقيقة، وهتلاقوها حتى في الأولمبيات كل العالم بيتابعها. كابتن ياسر، يمكن مجهود كبير بيبذل وعندك الكبار طبعا بتجهزهم والشباب أيضا، وأكيد عامل يعني ربط ما بين الجيلين، بتمشي الدنيا دي إزاي؟ هو طبعا أكيد الكبار بيستعدوا دلوقتي لبطولة كأس مصر الجاية، خاصة إن هي بطولة مؤهلة للأولمبياد. لا خلينا كابتن عشان نوضح للسادة المشاهدين عشان الناس هتستغرب شوية، بطولة محلية أنا عارف الإجابة بس حضرتك توضحها، بطولة محلية إزاي ومؤهلة للأولمبياد إزاي؟ هي بطولة كأس مصر، واعتبر الاتحاد الدولي يعتبر البطولات الجمهورية اللي بتقام في 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 داخل الدولة، جميع الدول في 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 التصنيف الجديد للتأهيل بنظام بوينتس، فأدى لبطولات الجمهورية عدد كبير من النقاط يليها اللقاءات الدولية وبطولات المنتخبات. يعني النقط دي محسوبة في تأهل الأولمبياد، محسوبة أول السطر نقطة بس. دي تعتبر أول حصالة بيحط فيها اللاعب الدرجات اللي هيؤهل بناء بعد ما نشوف الحصيلة بتاعتها إيه. طب خلينا كام مع حضرتك الكلام، لأن طبعا أنا عايز يعني أخده باستفاضة بس لازم نطلع لفاصل. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكلم من حوارنا مع كابتن ياسر داوود وعمر خالد وألعاب الكورة. بحضراتكم من جديد، وفي خبر عاجل رسميا النادي الأهلي يعلن التعاقد مع المغربي بدر بنون لمدة 4 سنوات. أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع المغربي بدر بنون مدافع الرجاء لمدة 4 سنوات قادمة، وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية، واستلم النادي الأهلي بطاقة اللاعب الدولية، وجاء ذلك في إطار التعاون والعلاقات الودية الطيبة التي تربط الأهلي وشقيقه الرجاء. حقيقة صفقة مهمة جدا، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. اللي عايز أقوله حاجة أن النادي الأهلي الصفقة دي بتيجي في إطار تدعيمه للفريق الأول، بالرغم أن احنا وصلنا لنهائي أفريقيا والفرقة الحمد لله بشكل كبير واقف على رجليها، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي دايما بيدور على الأفضل للفريق. بدر بنون صفقة مهمة جدا، النادي الأهلي اشتغل عليها من فترة، انضمامه للنادي الأهلي مكسب كبير الحقيقة، كلنا فرحانين بهذه الصفقة. ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي، وألف مليون مبروك طبعا لمجلس إدارته واللاعبين، ونتمنى إن شاء الله إن لاعب يكون إضافة قوية للفريق إن شاء الله، ويكون تدعيم إن شاء الله قوي للفترة القادمة. نرجع لضيوفي طبعا كابتن ياسر داوود والكابتن عمر خالد ألعاب القوى. كابتن، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بطولة الجمهورية القادمة وكأس مصر القادم، وإزاي البطولات دي هتأهلنا للأولمبياد. تمام تمام، احنا قلنا عشان نوضح اكتر ان الاتحاد الدولي حط قواعد تنظيميه جديده للتاهل للبطولات الاولمبيه والعالميه، تبدا ببطولات الجمهوريه ومديها نسبه فوتس كبيره مقارنه بنسبه 100%، يعني مديها نسبه لا باس بها جيده، ان بطوله الجمهوريه دلوقتي بتمثل ممكن تكون الدرجات بتاعتها اكتر من البطولات الدوليه فعلا. طبعا عشان كورونا بتهيالي ولا عشان ولا حاجه اكسبشن ولا في العادي كده؟ لا في العادي، من قبل كورونا. لان نظام التاهيل ده ان اللاعب بيمر بخمس ما لا يقل عن 5 لقاءات اللي بيهم في الاخر بيشوف عدد الدرجات اللي حصلها
كام ومقارنه بالازمنه طبعا والمسافات طبعًا بتاعته طبعًا طبعًا. وبناء عليه بيتم تصنيف اللاعبين اللي بتحط النتائج دي على موقع الاتحاد بالظبط وخلاص بيتم الاعلان عليها وتبقى دي درجات ليك بالظبط خطوه اولى للتاهل بالظبط صحيح بالظبط. وبعد كده بيبتدي بقى يخش على المرحله الثانيه اللي هي البطولات الدوليه اللي بيخش فيها في كومبيتيشن مع اللعيبه بقى القاره بالزبط. او اللعيبه القاريه كلها بالظبط. واللقاءات الدوليه اللي هي برده مدرجه في خطه الاتحاد الدولي يعني اللعيبه بعد لعبوا الدرجه الاولى في لقاء ثاني هي في مصر وثالث بعد كده ممكن يطلعوا يسافروا بره في معسكرات بعد المعسكر بيلعب بطوله او اثنين قبل الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق وباذن الله تكون انت ليك دور كبير ان شاء الله واللعيبه في ميداليات اولمبيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عمر اجيلك يمكن بطل يعني او يعني رقم واحد في العالم ده يعني حاجه جميله جدا اكيد انت ليك تخطيط لمستقبلك مخطط ازاي لمستقبلك في الرياضه؟ يعني هي طبعا دلوقتي احنا حاليا طبعا بخطط لبطوله العالم اللي احنا اتاهلنا لها ان انا ان شاء الله اجيب ميداليه طبعا لمصر طبعا لمنتخب مصر في البطوله اللي جايه. بس هو الهدف الاساسي طبعا والحلم الكبير طبعا لكل لعيب في جميع الالعاب ميداليه اولمبيه ان شاء الله. فبس يعني هو الواحد بيسعى دايما انه يطور من نفسه عشان يوصل للاولمبياد ويشرف منتخب مصر ودي حاجه كبيره طبعا. طب قول لي يا عمر انت لما بدات تاخد ارقامك تتحقق بشكل كبير هل جالك فرصه مثلا ان انت يعني ده سبق من السباقات بتاعتك يا عمر مش كده؟ يعني انت اللي في المركز الاول ما شاء الله صحيح. يعني حاجه يعني سبق من السباقات الصعبه جدا يعني 100 متر 110 متر يبقى من السباقات اللي فيها تكنيك عالي جدا. طب قول لي يا عمر يعني انت اكيد بعد ما حققت الارقام دي جالك فرصه مثلا منحه جالك حاجه ولا ده ما حصلش معاك؟ لا هو لحد دلوقتي ما حصلش اي منحه خالص هيحصل. بس هيحصل. يعني في بطولات العالم وكده بيبقى هيحصل يا باشا وما تقلقش هيجيلك منحه واثنين بس انت خليك على ايه على مبدأك ان انت ان شاء الله يعني حلمك. طيب مين مسك الاعلى في اللعبه دي؟ طبعا كابتني اللي انا بتدرب طبعا معاه يعني كابتن رامي بطل الحواجز ويعني على مدار كذا سنه هو الاول طبعا. بس ودي حاجه كويسه ان انا بتمرن مع كابتن زي كابتن رامي بيرفع دايما معنوياتي والفريق بتاعي كله دايما والله يعني الفريق كله بيرفع معنوياتي وكلنا جنب بعض. انتوا كام واحد بتمرنوا مع بعض في الجيل ده او في السن ده عمر؟ انا معايا حاليا لعيب او لاعبين من سن انا بس احنا بنتمرن في مراحل عمريه كتيره معايا في الفريق بس ودايما كلنا بنحاول نشجع بعض دايما الكبير بيدي الصغير بس وكلنا ماشيين كده يعني فدي حاجه كويسه جدا. طب عمر احنا دايما ابدا انا ببقى حريص ان انا اقدم قدوه للشباب وقدوه لكل حتى المدارس الرياضه. انت اكيد طالب في ثانويه عامه انا عارف قول للناس انت بتقضي يومك ازاي عشان الناس متخيله ان الرياضه بتعطل عن المذاكره او بتعطل. لا انا عايز تقول يومك بيتم ازاي بيحصل في ايه؟ لا والله ابدا هي مستحيل تكون الرياضه بتعطل بالعكس انا اليوم اللي ما اتمرنش فيه ممكن ما كنتش بعرف اذاكر فيه يعني انا بقى يومي اليوم اللي ما اتمرنش فيه ممكن تركيزي في المذاكره ما بيكونش زي كده بس هي محاها التنظيم يعني بنظم ما بين وقت دروسي وقت راحتي ووقت تمريني بس فهي بس المساله كلها محتاجه شويه تنظيم وقت بس. انا عارف انا بقول الكلام ده ليه لانه الناس يعني يعني او الشباب اللي بيشوفنا ممارسه الرياضه عمرها ما بتعطله ده مستوى البطوله ما بالك لو مارسها يعني كممارسه عاديه. فالحقيقه انت قدوه ويعني حاجه يعني تدعو للفخر والله عمر وان شاء الله ربنا هيكرمك ونفضل وراك لما تبقى ان شاء الله معاك ميداليه اولمبيه بس ما تبقاش ايه ما تبقاش يعني في يوم من الايام تنسى الناس اللي كان ليها فضل على الجدير والناس اللي بيحبوك لان احنا شفنا امثله للاسف كتير ولكن شفنا امثله كمان كويس. كابتن اكيد عندك في الالعاب الثانيه او السباقات الثانيه او الايفنتات الثانيه ناس كتير زي عمر والابطال كتير زي عمر الحمد لله قول لنا عليهم برضو كابتن عشان نديهم حقهم. هو انا عايز استكمالا بس الحته دي لان يعني احنا مش عايز نغفل حد حقه فعلا عمر معاه مجموعه ابتداء من الكابتن تامر رفاعي واللاعب الكابتن الفريق رامي سعيد بطل مصر والنادي الاهلي في الحواجز لست سبع سنوات رجوعا لا هم ما شاء الله عليهم زي ما عمر بدا بيقول ان هم يعني في تواصل بين المراحل السنيه مش عايزوا الاجيال يعني المراحل السنيه واعتبرها من رامي انا رامي شخصيه يعني ممتازه وبطل يعني هو يعني حقه يعني بسيط شويه ان مش واخد حقه يعني لان لعبه الحواجز
110 حاجز في مصر يعني انتخب شويه. قلت لحضرتك اه بس هو لعب دوره الاب افريقيا اللي فاتت ديان ووصل الدور قبل النهائي ما شاء الله. وطبعا للاسف ما حدش عمل سبوت على هذا الموضوع لان الدور قبل النهائي بالنسبه لنا يعني ده مش مهم. لا هو مهم لان انت لسه بتقول 110 حاجز بقى لنا كتير صعبه وصعبه وتتطلب مهارات عديده خاصه بقى مع تقدم العمر. سواء اسماعيل عمها رامي متزوج وبيعمل وعنده اولاد فحاجه جميله وهم بيشربوا ده منه طبعا. وهما مجموعه طيبه جدا 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 حضرتك بتشكر فيهم حتى في الفصل دي حقيقه دي حقيقه. نرجع بقى لباقي الناس في النادي. طب خلينا هنرجع بقى ونفرد طبعا مع 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 المجموعه ونشوف وندي لكل واحد حقه. ودي حقيقه مش هتبقى اخر حلقه لعاب القوه بالعكس دي هتبقى البدايه ان شاء الله. وخلينا نطلع الفاصل ونرجع تاني نستكمل اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل ونرجع نستكمل طبعا يومنا اللي بنقضيه مع لعاب القوه الحقيقه ام الالعاب ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ونفكركم بالخبر العاجل. رسميا النادي الاهلي يعلن التعاقد مع المغربي بدر بنون لمده 4 سنوات. اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن التعاقد مع المغربي بدر بنون مدافع الرجاء لمده 4 سنوات قادمه. وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بانهاء كافه الاجراءات الاداريه واستلم الاهلي البطاقه الدوليه للاعب. وجاء ذلك في اطار التعاون والعلاقات الوديه الطيبه التي تربط الاهلي وشقيقه الرجاء. الف مليون مبروك. الحقيقه صفقه مهمه جدا وزي ما قلنا ان هذه الصفقه تاتي في اطار تدعيم فريق الكره بكل الامكانيات المتاحه. وزي ما النادي الاهلي وصل لفاينل افريقيا والحقيقه منظر الفرقه زي ما احنا شايفين حاجه يعني تدعو للفخر. ولكن النادي الاهلي لا يتوقف عند ذلك. النادي الاهلي مستمر في دعم الفريق بكل الصفقات اللي يحتاجها الفريق. بدر بنون اضافه قويه جدا. الف مليون مبروك انضمامه. نتمنى ان شاء الله انه يقدم على الفريق بالشكل الكبير وطبعا واكيد ده خبر يسعد جماهير النادي الاهلي كلها. طبعا ارجع لضيفي الكابتن ياسر داوود. الحقيقه كنا بنتكلم يا كابتن قبل الفاصل عن اللاعبين وكوكبه اللاعبين اللي موجوده في الفريق او في الفرق عندك وازاي حضرتك ليك يعني نظره مستقبليه معاهم. اتفضل يا كابتن. الحمد لله احنا شغالين على ده بقالنا كتير. انا رجوعا 4 سنوات مضت يعني والسنتين وثلاثه وكل سنه بالذات تركيزنا فيها ان مش موضوع البطل بس اللي احنا بندور عليه. احنا بندور على عنصر متكامل الى حد ما بنحاول نوصل لهذا يعني ان الراجل ده يكون اولا تالنت وقدوه وعلى قدر من العلم والاخلاق. والحمد لله يعني الحمد لله احنا ناجحين في ده بنسبه ما شاء الله يعني لا تقل عن 70-80%. يعني هو عشان ما نغفلش حد هو الكبير دايما عندنا الدرجه الاولى في عناصر مميزه في كل مسابقه على سبيل المثال زي الحواجز او في الرمي بشتى انواعه في الوزن في السبرنت في المسابقات 45 لاعب تقريبا يا كابتن عند حضرتك في الفريق الاول بالزبط. في كل الايفنتات في الحقيقه وكل الرياضات او الالعاب رقم كبير ورعايته بتبقى موضوع صعب اكيد طبعا اكيد اكيد. واحنا بنحاول على قد ما نقدر برضو باتصال طبعا وتوجيهات النشاط الرياضي ان احنا نحاول نحسن هذه الاوضاع وبرضو نتعاون مع اعضاء مجلس الاداره ان احنا نحسن اوضاع ال 45 لاعب والدرجه الاولى دول ولاعيبه ان احنا باستمرار يعني في جهد بيتم وفي احصائيات شغالين عليها بحيث ان شاء الله نوفر لهم اللي ما حدش يقدر يوفره في مصر يعني صحيح. واحنا باذن الله متعشمين ومتفائلين بالله خير ان ده هيحصل وبنطمنهم لان فعلا النادي الاهلي هو رائع على القوه في مصر. دي حقيقه بقى على مر السنوات يعني يشاء من يشاء ويابى من يابى انما القصه دي كلها هو فعلا العاب القوى في جمهوريه مصر العربيه النادي الاهلي النادي الاهلي ان فعلا في مظله كبيره وبنصبر على اللاعب والنادي الاهلي الحقيقه يعني خد الرساله دي واستمر فيها سنين طويله ان هو بيرعى العاب القوى ورعى ابطالها. وبعدين زي ما قلت لحضرتك احنا لينا نظره وبنصبر يعني مثلا واحد يعني تم ترشيحه من مدرس التربيه لمدرب النادي حتى لو هو مش حاجه نتيجه دلوقتي بس حاليا لا احنا بنصبر عليه شهر واثنين وثلاثه. في عندنا ابطال واولاد ممتازين وبنات تعرضوا لمشاكل اصابات عضليه او مفصليه لا بنصبر عليهم وبيتم تاهيلهم لان لينا نظره ان الراجل ده بطل ولازم نخلي بالنا منه ما بيجيش بسهوله يعني. صحيح يا كابتن. يمكن يعني الغريب معاك يا عمر ان تم اختيارك من المدرسه فدور المدرسه لازم يرجع تاني ولازم يرجع تاني اكتشاف المواهب والكشافين في المدارس لانه الحقيقه المدرسه دايما هي بتبقى القاعده العريضه اللي بتقدر تجيب منها اللاعبين. خلينا اتكلم معاك يعني يمكن يعني الحواجز مش بس تدريب في الملعب لا اكيد بتروح الجيم في تدريب عضلي. كلمني عن اللعبه دي الاعداد العضلي بتاعها ازاي؟ لا هو احنا بنمشي على يعني برنامج معين الكابتن تامر هو بيبقى مسؤول عنه
طبعا بيبقى فيه على الاقل يومين في صاله الجيم، لان طبعا لعبه زي الحواجز محتاجه قوه عضليه قويه مع السرعه مع اللياقه البدنيه، وطبعا بنعمل جزء في الجمباز عشان نحسن اللياقه، لان هي لعبه برضو بتعتمد على اللياقه بشكل كبير. صحيح، عايزه مرونه قويه جدا، توافق عضلي عصبي. توافق عضلي عصبي صح. بس وطبعا بنتدرب على السبرنتات والسرعه، فبس هي لعبه بتشمل حاجات كتيره وبس، فبنحاول ننظمها على الاسبوع كله، بيبقى فيه تدريبات معينه. انا عايز اقول لك عمر، انا طول عمري بتفرج على اللعبه دي واقول يا ربي انا نفسي انط حاجز واحد بس. والله لا ما شاء الله يعني، ربنا يديك الصحه، بس لعبه صعبه يعني جد، انت متفوق في حاجه يعني لازم تبقى فخور بنفسك جدا فيها يعني. طيب خلينا نقول ان حتى التدريبات دي، طيب في الاخر بتجمع كل الكلام ده، بتنزل الملعب تبتدي تنط الحواجز، ولا كل يوم لازم تنط حواجز؟ يعني انت بتتمرن الحاجات دي فرديا كل اسبوع وبعد كده تجمع ده في الاخر، ولا كل يوم لازم تنط حواجز؟ لا احنا بيبقى عندنا الموسم بيبقى متقسم نوعين، في اعداد عام اللي هو بيبقى فيه بقى الجيم والتحمل دي كلها، بس يبقى قبل البطوله بقى في الاعدادات الخاصه اللي احنا طبعا كل يوم او على الاقل بيبقى في فتره كبيره جدا في الاسبوع بنتدرب على الحواجز بشكل كبير طبعا عشان نحسن التكنيك ونحسن المرونه وكده يعني. طب انت بتصور تمرينك يا عمر، ولا بتشوف تدريبات او تشوف توجيهات الكابتن، ولا بتشوف يعني المدير الفني؟ يعني انت بتعرف ازاي اخطائك كتكنيك؟ لا انا من يعني عادت ان انا بحب اصور علشان اشوف الغلطه ما احاولش اعملها تاني يعني دايما. انت بتصور نفسك؟ بحاول دايما في كل تمرين اصور عشان اشوف الغلط واقارن بينه وبين اللي بعده واللي بعده واللي بعده بس. طب انت المنافسين بتوعك قريبين منك فين هنا في مصر يا عمر؟ هل جوه النادي الاهلي ولا في انديه اخرى؟ في طبعا لعيب زي يوسف بدوي وده من 6 اكتوبر، ولعيب زي مصطفى، ده مصطفى محمد دوت من نادي الزمالك، طبعا لعيبه كبيره برضو، وطبعا بينا يعني صحوبيه جدا يعني، احنا اصحاب جدا طبعاً. طبعا وفي منافسه يعني بينا منافسه، احنا اصحاب جدا جدا يعني. يعني عايز اقول لك العاب القوه انتوا في منتهى الاخلاق، ويعني عايز اقول لك حاجه يعني بجد تخلي الواحد فخور بيكوا والله، وهنفضل معاكوا وهنفضل دايما مؤيدينكوا يعني ودعمينكوا. بشكرك يا عمر، نورتيني وشرفتني يعني، واتمنى ليك كل التوفيق، وان شاء الله تبقى رقم واحد في العالم مش بس في الشباب وايضا في الكبار باذن الله. نورتيني وشرفتني يا عمر. تسلم، انا اللي سعيد لك كنت مع حضرتك النهارده. كابتن ياسر نورتيني وشرفتني. كابتن ياسر داوود المدير الفني ورئيس جهاز العاب القوه، نورتيني وشرفتني. حضرتك اسم كبير في العاب القوه، خليك وحضرتك من احد الاشخاص اللي ليهم تاثير كبير جدا على اللاعبين في مصر حتى اللي بيتاهلوا الاولمبياد. الحمد لله، اشكرك نورتيني وشرفتني. اشكرك واشكركم جميعا، قناه الاهلي والنادي الاهلي والمجلس والنشاط الرياضي واللعيبه واللاعبات. شكرا جزيلا كابتن نورتيني وشرفتني. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع ابطال العاب القوه. عندنا ابطال كتير وعندنا رحلة طويلة معاكم إن شاء الله، وهنعرفكم بالأبطال اللي بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا إن شاء الله يوم الأحد القادم، هيكون معنا قصة جديدة وبطل جديد وبرنامج الأبطال.